يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قصر الصلاة في السفر يحتاج إلى نية قبل الدخول فيها؟ هل إيش؟ قصر الصلاة في السفر يحتاج إلى نية قبل الدخول في الصلاة؟ المسافر شأنه أنه يقصر، شأنه أنه يقصر. الفقهاء يقولون لا بد ينوي، لكن هذا ليس بلازم. إذا كان من شأنه أنه يقصر لأنه له عذر السفر فله أن يقصر ولو لم ينوي في أول الصلاة. نعم.